اخر خبر قبل ما نخرج وناخد فقرتنا 4+1، واهم 5 قضايا الاسبوع الماضي. عاد الى القاهره رجل الاعمال المعروف حسين سالم الذي خرج من مصر في نهايه 2010 وقبل اندلاع ثوره 2011. حسين سالم رجع من اسبانيا بعد رفع اسمه من على قوائم الترقب والوصول، وذلك بناء على التصالح الذي أبرمه هو ونجله خالد وابنته ماجدة مع الدولة في أغسطس الماضي مقابل 5,341,000,000 جنيه، تمثل طبقا لي يعني التحقيقات الرسمية وطبقا للأوراق الرسمية 75% من ممتلكاته. ماجدة بالفعل كانت موجودة في مصر منذ فترة، ولكن حسين سالم الآن يعود إلى مصر بعد كم سنة؟ احنا دلوقتي 2017، 6 سنين أو يعني 7 سنوات تقريبا لم يزور فيها مصر. أنا اتصلت بالأسرة علشان أعرف أجواء العودة، والحقيقة هو الآن موجود في الساحل الشمالي مع أسرته لأول مرة من 7 سنوات. حسين سالم في طريقه من المطار طول السكة على طريق الساحل كان سعيد جدا ومبتسم بعودته إلى مصر، ده كان طبعا طبقا لرغبته. يعني ممكن حد يخلص الفلوس اللي عليه وياخد براءات، وبالفعل هو اخد براءات في كل القضايا المتهم فيها، ويقول لك خلاص انا خلصت، يعني الولاد بقى واحفادي هم اللي يروحوا، لكنه اصر، وده كان طلبه الشخصي ان هو عايز يرجع يشوف البلد اللي عاش فيها وخدم فيها سنوات طويله. حسين سالم طول السكه زي ما سمعت من افراد الاسره كان يعني رغم مرضه، واللي هو الحقيقه اصيب بمرض عضال في الفتره الاخيره، لكن صحته افضل كثيرا الان. طول الوقت كانش متخيل ان مصر شكلها كده، كان متخيل ان دوله بعد ثورتين قد انهارت، السكك اتكسرت، الدنيا، فكان الحقيقه ماشي طول الطريق في الساحل الشمالي للساحل الشمالي بيقول انا مش مصدق البلد دي فيها بركه، سعاده طبعا غامره بوجوده. بعد الساحل الشمالي خلال ايام قليله هيذهب الى شرم الشيخ، المدينه التي ساهم في تاسيسها، ولازم نقول كلام الحق، نختلف نتفق مع حسين سالم، نتكلم على صفقة الغاز، نتكلم على أموال، وأنا عملت تحقيق موسع عن أموال حسين سالم، لكن الحقيقة لازم نرجع نقول كلمة حق. هذا رجل ساهم في نهضة شرم الشيخ، ساهم في بناء شرم الشيخ، فنادق كثيرة جدا، المفروض أنه هو سيذهب إلى جولي فيل، الفندق الوحيد اللي فاضل في ملكيته بعد أن تنازل عن ملكية باقي الفنادق، ومنها فندق طبعا موفن بيك حتى في أو جولي فيل الموجود في أسوان. لكن هو سيذهب للقاء العمال والعاملين بالجولي فيل لأنه وعدهم بهذا الأمر، ويتفقد شرم الشيخ المدينة التي عاش فيها وعاشقها وبناها الحياة، هو كان يعني هو اللي باني قاعة المؤتمرات الموجودة في شرم الشيخ. بعدها سيسافر مرة أخرى إلى مدريد حيث يعيش مرة أخرى. التاريخ بيحاسب الناس، القانون أيضا يحاسب من أخطأه. في النهاية هذا رجل وقف أمام القضاء، أو يعني كانت لديه قضية أمام القضاء، حكم بصددها، دفع الفلوس، برئ من القضية وانتهى الأمر. ما نقدرش نفضل نحاسب الناس أكتر من كده، التاريخ بيحاسب البشر، أما نحن فلنكن أكثر رحمة به الناس، نختلف نتفق معهم، ولكن هذه أرضهم ومن حقهم أن يعودوا إليها.